في إطار استكمال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن تحقيق النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعي مختبئة داخل إحدى المزارع، وتدمير مخزن للذخيرة ووكر وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وتدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية، والقضاء على 3 أفراد شديدي الخطورة بالظهير الصحراوي، القضاء على 24 عنصرا تكفيريا مسلحا شديد الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. القبض على 403 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 344 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات. اكتشاف وتدمير 342 مخبأ وملجأ ووكرا لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء. ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و83 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية. كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بتنفيذ النجاحات الآتية: ضبط 2750 طلقة بندقية آلية و2423 كيلوغراما لجوهر الحشيش المخدر و6246 كيلوغراما من نبات البانجو المخدر، وضبط 80 كيلوغراما لجوهر الهيروين المخدر بالتعاون مع وزارة الداخلية، و700 ألف قرص مخدر، وإحباط محاولة تسلل ل2833 فردا من جنسيات مختلفة عبر الحدود، وضبط 76 عربة وعائمة تستخدم في أعمال التهريب، وضبط 5 أجهزة للتنقيب عن المعادن، و9 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، واكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين. ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، تم استشهاد مجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية. وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما لتوفير الحماية والأمن
لشعب مصر العظيم.